هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم. الحقيقة أنا مبسوطة جدا 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 النهاردة، لأن رمضان قرب جدا 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 برضه. وبالمناسبة السعيدة دي، في حد أول مرة هيجي النهاردة وهي ريما. هاتي ايدك اهي ريما اهي. بس تعالي ناحيتي عشان بس اهي. فالنهارده هنعمل فانوس بطريقه، يعني هنعمل لانترن كده، هنعمله يعني هو ريسايكلينج، لان هو هيتعمل بالازازه دي، ازازه ميه فاضيه. بس هنعملها يعني هنعمل فانوس بس. وطول الفتره دي تقريبا هم 10 ايام هنفضل نعمل حاجات لرمضان، زينه بقى وفوانيس وحاجات كده. اوكي، بس فيلا نبدا. بس فهي دي ما هتبقى واقفه كده عادي. اول حاجه نجيب الازازه دي طبعا، وبعدين نشيل الليبل، دي اهم حاجه عندي، لان اكيد مش هنخلي فانوس رمضان عليه الليبل بتاع المية ده، صح؟ بس شلت الليبل هعمل ايه؟ هجيب جليتري ايفا فوم كده، انا معايا لونه احمر، وهقص اتنين سيركلز. اوكي، هوريكم الحجم بتاعهم، يعني هقصهم واوريكم الحجم بتاعهم ازاي. بس طيب انا دلوقتي قصيت اتنين سيركلز من الايفا فوم، من الايفا جليتري فوم ده الاحمر ده، قصيت اتنين سيركلز ده الحجم بس اللي انا هعدي هيجي ده. طيب دلوقتي بس، فدول اللي انا هعملهم، يعني ده الحجم اللي انا عايزه. بس دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب واحده فيهم يعني اعمل فيها زي سيركل صغيره جواها كده، افتح جواها سيركل صغيره هوريها لكم. بس اهو عمل سيركل كده، ده اللي هعمله. دلوقتي يا جماعه انا دخلت وسبقتكم بستيب، ايه هي؟ ان انا الزقه كده واعمل حاجه خليه ويفي كده، يعني ان انا اعمله كده. بصوا ده قصدي، بس يعني عملت كده زي افضل ادوس هنا على الاجزاء دي بس، يعني بس. فيلا نشوف الستيب اللي بعد كده. الستيب اللي بعد كده ان انا هاجي عند السيركل دي واقص برضو فيها سيركل كده، يعني جواها بس اكبر من اللي قصيتها في التانية شوية، يعني هعملها كده واوريها لكم. اهو كده دخلتها، بقى ده شكله. بس يلا نشوف ايه هي الستيب اللي بعد كده، او بدل ما اقعد اعمل بوز بتاع. الستيب اللي بعد كده هي هقص اتنين تيوبس كده على، يعني يكونوا مقاس في مقاس معين، بحيث ان انا اقدر الفهم كده، الفهم حوالين الباطل كده. من هنا هقص اتنين، واحده من الفها هنا كده وواحده هنا، هعملهم تخان شويه، يعني هلفهم، يعني قصدي هقصهم واوريها لكم. اهي يا جماعه ده الشريط اللي انا قصيته، يعني ده شكله. هلفه بقى من تحت كده، يعني هلفه واوريه لكم. وبعدين بعد ما الفه والزقه وكل حاجه، هعمل واحد تاني، لا هعمل واحد تاني قده، وبرده هلفه من فوق واوريكم كل حاجه في الاخر. بس اهي يا جماعه حطيت الاثنين دول هنا اهو، لزقت واحده فوق وواحده تحت زي ما انا قلت لكم. الستيب اللي بعد كده هو تقريبا فاضل لنا 2 ستيبس او كده يعني. بس المهم هنعمل ايه؟ هنجيب عارفين الهلال اللي هو شبه ده كده، الهلال كلكم عارفينه يعني،
هنقص منه كذا واحد. ليه؟ لان هنلزقهم كده واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا كده، وعلى البتاعه كلها على في كل ناحيه. بس هقصهم والزقهم واوريهم لكم. وكده يا جماعه انا قصيت كذا هلال ولزقتهم هنا كده. الستاف اللي بعد كده بقى هنجيب ايفا جليتري فوم برضو، ممكن نعمله ابيض او سيلفر، ده رايي يعني، المهم يكون لون تاني. وهقص منه حروف بتاعة رمضان كريم بس، والزقها هنا على على اللي تحت دي بس. وبعدين هنعمل الهاندل، بيبقى الفانوس جاهز اننا معرفش، بس يعني هيبقى جاهز. طيب يا جماعة قصيت الحروف لزقتها، انا عندي ما كانش فيه مساحة فلكلمة كريم، اذا الان اتشالت مش هلزق الان، ما كانش عندي مساحة لكلمة كريم فكتبت رمضان بس. انتوا بقى لو عملتوا الحروف اصغر من كده وكان عندكم مساحة اكتبوا كريم. دلوقتي هحط الان ونرجع نشوف الستاك اللي بعد كده. خلاص حطيت الان اهي. دلوقتي بقى هنعمل اخر حاجة وهي الهاندل من فوق عشان نعرف نمسك الفانوس ده بدل ما نمسكه كده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب سلك اللي هو ده، لونه برضو يا ريت يبقى لونه نفس اللون اللي عاملين بيه الفانوس، انا جبته ده احمر وده احمر بس. ف هشكل بتاع السلك ده على الشكل يعني اللي انا حباه، هيبقى غالبا هيبقى كده يعني. هشكله وبعدين الزقه في ده، الزق الطرفين كده واحد هنا واحد هنا بالجلو جن، وبعدين خلاص وهنبقى خلصنا الفانوس. هلزقهم واوريكم اخر حاجة بس. يا جماعة انا كده لزقتهم بقى ده الشكل.